والله اكل قتلي ماكني. عدلي ليش عملت هيك؟ ليش ضربته كل هالضرب؟ مو حرام عليك؟ لك عم عزو، لك عم يكشف عن راس اختي قدام الخلايا بده يفضحها، وبدك يعني يسكت؟ والله لا اطلع بروح هالوطي. لك يا عدلي بعرفك فتح وفهمان، يعني لو كان في عقل معقول يعمل هيك عمله؟ الله يصلحكم، هذا واحد مجنون على البركة. لك يا عدلي والله معك حق، بس أنا اللي كنت شاكك فيها لا تأكدت إنه أجدب. لك لو مو أجدب بيعمل هيك؟ حتى لو كان أجدب هذا الزلمة لازم يتقلع برات الحارة. لك هذا مو بس لازم يتقلع برات الحارة، لك هذا لازم يتاخد على العصفورية، لك راح يكشف على عريمنا كلهم. لا راح يضل عنا هون بالحارة لبين ما نشوف شو الله بيسر معنا. راح شوف شو صار له. لك يا عدلي يا عيني يا روحي حق معك، ما حدا عم بيقول لك لا، بس لك مجنون شو بنساي معه؟ نذبحه؟ مجنون قلت لي؟ انا بورجي له الباطي حسابه عندي. لا خلص تعا معي بقى، تعا معي. يلا يا جماعه كل مين على شغله، يلا تيسروا، يلا يا رجال، يلا انت وياه كمان على شغلكم. شو صار معك هيك؟ فهميني بس شو صار معك؟ يخرب بيته من حاله، ما شفته الا هجم علي. لك وانت شلون بتطلع من البيت لحالك؟ لك شايفتيني قديش بخاف عليك وعلى اخواتك؟ لك بايدي هي باخذهم من هون للمشغل ومن المشغل لهون، شلون بتطلع من البيت لحالك؟ ما دخلني انا اخي، والله ما دخلني. حسبي الله ونعم الوكيل، لسه بتقلي ما دخلني؟ لك اسمع كفر حنكك. لك خلصنا ابني خلصنا، هي ما دخلها، انا بعتها على السوق لتشتري خيطان وكلفه، قام هالمجنون هجم عليها، هي شو ذنبها؟ لك يا امي نحن تبهدلنا بالحاره وصارت سيرتنا على لسان اللي بيسوى ولا ما بيسوى من ورا اللي صار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولك يا ابني الله يرضى عليك أنت وأخواتك، لو كنت أنا نازلة بدل عدلية ما كان شلحني لقلي الغطا كمان. ماشي والله لا أطلع بيروحه. طول لي بالك تقبرني، طول لي بالك. طول بالي أنا بورجي له الواطي. عدلي وقف حكيني. شفتي الله لا يوفق لهالمجنون. لك شو هالفضيحة اللي صارت لنا هلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هلكتني والله. ما عم بفهم عليك، قل لي شو بدك بالضبط؟ شو؟ جوعان بدك تاكل؟ يا ربي دخيلك شو هالعلى هاي؟ انا من وين اجتني هالمصيبه؟ اكلك سم الكراتي ان شاء الله، خليك هون راجع لك. شو يا مو؟ شو القصة؟ مين كان على الباب؟ يا مو هذا واحد أخرس مع البركة، إجا على الحارة لهون وضيع أهله. هلا عم يدق الباب علينا بده ياكله نقمة. إيه شو بدنا نعمل له؟ شو بدنا نعمل له يا مو؟ بدنا نطعميه، نساوي لنا نبخ نطعميه يلا. إيه تكرم عيونك، فوتوا على غرفة الضيوف لما أجهز لكم السفرة. يلا ماشي ماشي. قومي يا مو، قومي نجهز له نقمة ليأكلوها. حاضر يوم. بس والله رعبني من دقته القوية. لك يا بنتي أخوك عم يقول إنه أخرس، معناتها سمعه قليل، لهيك عم يدق بهالطريقة. يلا وينك؟ اسمع شو بدي لك، هلا بتفوت وراي، ما بدي أروش شيء، العالم نايمة. يلا تعفو. جوعان ما؟ صحتين صحتين. تمام كريم تمام، بتكارب من جيزك افتح عينك. جبعت؟ صحتين وانا كون ما خليت شيء. ما شاء الله تقول شهري لك ما لك هالكي. صحتين.
أكل وطعم هناك على عيني وراسي، بس منامي يمكن لك صعب شوي. شوف فاتح لك اوتيل انا. قوم عمي قوم، يلا قوم 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 يلا. ما عندك مطرح تنام فيه غير هو؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نام عمي نام، نام وهيدا غطية جنبك. صباح على خير. لك قوم، هلكني طول الليل مش خيرك. قوم يلا بدي اروح على شغلي. شو بك كلها؟ ليش عم تخانق؟ اف ايوه اف. شو ليكون ما عاجبك مثلا؟ ايوه فياتك قلت لي لا تاخذني والله يا باشا، بس انا بدي اروح على شغلي عدم المؤاخذه بعد اذنك طبعا. لك يوم تحرك خلصني شيء. شلون شلون؟ روح انا؟ ايوه. وانت يا عين امك بدك تضل هون انت؟ عجبتك نومه يعني؟ لك قوم بقى ولا قوم تنام ايامتك. شوف ولا انا امبارح نيمتك عندي، قلت هذا زلمه درويش وعلى باب الله، بس ايش كان بتعيدها مره ثانيه؟ هدول العينتين بشيلهم بالعافيه ودحاحيل، فهمان لما لا؟ يلا قوم معي قوم يلا. جوعان ودايق؟ حبيبي يلا قوم هلا بالقهوه بطعميك احلى صحن فول من عند ماجد. قوم معي يلا. ايه فول وش كان بدك معه صحن تسقيه يلا. لك الحق لك. عطرك يا شام حبي يعطر قلبي يا شام حبي عطر هاتني.